كل اللي في الفيلم ده كده كانوا بيبرقوا بموهبتهم بالشخصيه اللي متقدمين بيها بحرفه عمرو سلامه بالميك اب. في حاجه بتلمع معلش انا اسف في كان لازم اقوله معلش انا اسف. انا حاسه انه امينه هي المقصوده. لا والله ابدا. ليه؟ ده امينه على فكره على طول والله بجد امينه كانت بتجلس 10 دقايق. امينه بجد بجد يعني ايه اقول لها امينه احنا هندور الكاميرا بعد دقيقه تقول لي انت انا هاوس هنزل مع عربيه اقف قدام الكاميرا. اقول لها مستحيل ما هو لسه في ميك اب ولسه في شعر. هي حرفيا بتنزل مع عربيه تقف قدام الكاميرا يعني حرفيا مذهله. هي عندها فكره الميك اب اللي هو الايه اللي هو تحس ان مفيش ميك اب ده ميك اب نو ميك اب اسمه انا مالي بقى يا جماعه انا مش خبير في الحاجات دي بس لا امينه تحديدا في الفيلم احنا كنا بنحط تراب حط شويه دم هو ده كان الميك اب بتاعنا يعني مش مهووسه بفكره. وفي لحظات معينه خاف اقول لهم اعملوا فيها كذا فاروح انا بس هنزود حته الدم هنا فامسك انا بتاعه الدم واقعد احطها على وشها وحاجات كده فاهمه عشان انا خايف ايه اطلب من حد تاني يروح يطلب منها يحسسها ان الموضوع كبير فانا اللي هو في الغواشه كده. الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.